اخبار اليوم. هي مش عربيتي والله، دي عربيه الحاجه كمان، فربنا يعني الحاج احنا بنعتذر لك يا حاج، ربنا يعوض عليه بقى يعني. بس انا لما كنت لسه هجيب عربيه، بس خلاص بقى كده مش هجيب عربيه، مش هجيب اي حاجه. انا يا دوبك اصلح عربيه الحاج بس. يا دوبك بس ايه، حاول تساعدوني بقى اظبط عربيه الحاج عشان الموضوع صعب قوي. تعالوا زورونا بقى، نفتح تبرعات صندوق عربيه. باب التبرعات مفتوح، اللي عايز يساعد يساعد. بس الحمد لله ان هي جت في الحديد، والحمد لله ان انا كويس.